بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من موقع وزارة الأوقاف، حيث نلتقي وإياكم في هذه السهرة الرمضانية. وخير ما نستهل به هذه الليلة آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ كمال محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما لنا أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد من محيص. إن ولقد خلقنا السماوات
وما مسنا من لغوب. فاصبر على فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. أما الآن فمع هذه المأدبة العلمية مع الشيخ هيثم محمد رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما بعد، أيها الصائمون والصائمات، اقتضت حكمة الله عز وجل في خلقه أن يكون حياة ثم ممات، واقتضت حكمته في كونه أن يكون قدوم ثم فوات، تقال فيها العثرات وتغفر فيها الذلات وتمحى فيها السيئات وترفع فيها الدرجات. ومن هذه المواسم
موسم الغفران، موسم العتق من النيران، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر الفتوحات والانتصارات. فما عرف التاريخ بدر وحطين إلا في رمضان، وما عرف فتح مكة والأندلس إلا في رمضان، وما عرف حرب أكتوبر إلا في رمضان. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون إدراك شهر رمضان من أعظم النعم التي ينعم بها المولى عز وجل على عباده. فكان من دعاء سلفنا الصالح: اللهم سلم لنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. لو تأملت حالهم لوجدتهم بين باك خاشع لله وبين متزلل يبكي من خشية الله. صدق فيهم قول ربنا جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهنيئا لك يا من أكرمت رمضان حق القرم، يا من قمت في رمضان حق القيام، وصمت في رمضان حق الصيام، واجتهدت في العبادة في رمضان، فرب صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم بالليل لا ينال من قيامه إلا السهر والتعب. فها هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في أواخر هذا الشهر الكريم، فعلى أي شيء ستفارقونه؟ وعلى أي وداع ستودعونه؟ كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فلما سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلما دخل العشر الأواخر من رمضان كان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره لشحذ الهمم وإيقاظ الهمم، وما في ذلك إلا لإعلام الأمة المحمدية بأن الأعمال بالخواتيم. ها هي أيام التجارة الرابحة، فيا من ناله داء بذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه. لخلوف فم الصائم يا قوم اعلموا أشهى من المسك الرحيق وطيبه. أوليس هذا القول قول مليككم؟ الصوم لي وأنا الذي أجزي به. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا معا إلى دوحة الدعاء مع المبتهل الشيخ محمد الصعيدي. كريم رسول الله، والله مسك الختام ودرة السعداء وإمام
مسك الختام، مسك الختام ودرة السعداء وإمام أخلاق أحمد لا لا مثيل لوصفها صلى عليك الله في العلياء الله صلى عليك الله صلى عليك الله في العلياء الله فضله وأمده بالجود والنعماء إن كان إبراهيم خلا وافيا فحبيب ربك سيد الشفعاء أو كلم فالله
فحبيب ربك سيد الشفعاء أو كلم الرحمن فالله